اخوتي، هاد السيد هذا اللي لقيتو دابا جالس يهضر معاكم، راه هو اللي ساكن حداه وراه تيعرف كلشي، راه جيرانهم، وراه هذه هي الحقيقه اللي قال لكم. راه ما كاينش شي حقيقه اخرى تسمعوها وبقاو تتاولوا. وفاش تطيح كيف تيقول لك واحد المثل، تطيح البقره تيقوى وجناوه. والله يدير له شي تا ولد الخير. السيد راه مازال ما ماتش، في حاله خطيره. والله يدير له شي تا ولد الخير في هذا النار هذا. والاخر راه مريض تا هو كيف تيقولوا. نعم اخويا، ممكن تعطينا التفاصيل ديال هذا الشيء اللي وقع هذا الصباح؟ كاين اختلاف الاراء بصفتكم نتوما هنا والمنطقه، توضح للراي العام شنو كان بالضبط. خويا سمعت انا الغوات في الصباح، خرجت. فاش خرجت بقيت واقف واحد الدقيقه ما كاملاش شويه، السيد خرج تيجري قال لي اعتقني اخويا. قلت له شنو؟ قال لي لابيلونس. فاش شفت السوفيت ما لقيتها كلها دم، وبحال وتحت السوفيت ما واحد العوينه خارجه ديال الدم تتبوع بقبق في الضربات القلب. قال لي اعتقني دغيا عيط لابيلونس. بقيت نهضر معاه وهي تخرج اختو عاود طاحت حداه. قالت لي سد الباب راه خويا راه خالي حمق راه ماشي هو هذيك. سديت الباب بقيت شاده، جابت لي المراه القنبه، لويت القنبه عليها مزيان فهمتيني. بقيت وقابط الباب حتى جاو البوليس. فاش جاو البوليس دخلوا لعندو، فاش دخلوا لعندو لقاو جالس جالس وقابط الموز، ما بغاوش يزيدوا عندو، بقاو عليه. حط الموس حط الموس، قالوا له دير يديك موراه، دار يدي موراه. من طول السيد حمق بعقله، ماشي هو هذاك. فاش شفتو عرفتو حمق. خارج تيشوف واحد الشوفات بني المغرب، ماشي هو هذاك. واختو قالت لي اختو، وهذا ولد اختو لحقاش هما خوال. دابا هذاك ولد اختو من مرا اخرى، من اخت اخرى. واختو جايه جالسه معاهم لي في الوانزين فهمتيني، حيت هذا مريض مقابله. مسكين نغرو واحد النغره مشكل. صوفيت ما تعصرها، صوفيت ما تعصرها بالدم كلها. وفاش خرج مسكين طاح، فاش طاح طاح بحال اللي شاجد، فاش طاح بحال شي جد. دورنا حنا على ظهرو، نعسنا على ظهرو، قطنا واحد الفوطه بركني على ديك التقبه باش ما يبقاش يخرج الدم. لقاش الدم كان بحال شي بحال شي روبيني حالو تحت صوفيت ما تيبوع تيخرج ديك البقبق. شويه مسكين دار تحتو داك الشيء. قال لي بدل لي عافاك، شوف لي السليب ولا شي سري وحيد لي هادشي، رانا درت داكشي من التحت. قلت له واش دابا حنا في هادشي؟ بصح بيجي لابيلونس. عيطنا لشي مسؤولين، الناس كبار، عيطنا لشي مسؤولين في الامن، هما اللي عيطوا للبومبيه دغيا. جات البومبيه دغيا وجاو الامن دغيا فهمتيني، ما تعطلوش، جاو دغيا. في الحقيقه بالنسبه فاش عيطت لواحد في الامن، واحد السيد عيطت في الامن، عيطت لشي ناس في الامن، دغيا جاو البومبيه ودغيا جاو البوليس. لقاوه جالس ما داير والو، ضارب وكله دميات حوايجو كلهم دميات، وجالس في السدي ديالي ما تيهضر ما تيتكلم. بقى واقفين من بعد، قابط الجدي وصغيور حيد داك الشنوي حطو لهم، قال له ما تخافش دير يديك موراك، داري دخلوا عنده من طو خرجوا. اما هما هو مسكين مختل عقليا مسكين. اختو هي قالتها لي، قالت لي اختو سد الباب راه حمق. سديت الباب بقيت سادها حتى جاو البوليس، لويت عليها واحد القنبه بقيت سادها حتى جاو البوليس الامن وتصرفوا داك الشيء، داروا التحريات ديالهم ومشاو بحالهم. حتى هو الطبيب اللي حتى هو الطبيب لا مازال ما عرفش، ولكن خاطر بداك الشيء اللي خرج له، داك الشيء ديال الدمايات اللي خرجت له العجب. زعما انا شفت ذاك الدم خطيره. صوفيت ما مقلته، صوفيت ما مقلته بالدم. اذا دابا هذا السيد اللي تضرب هذاك خالو، هذاك خالو اللي تضربو، وهذيك الاخت ديالو خالته، خالته اخت هذاك الحمق، وعايش معاهم عادي واحد 8 شهور. مع انا شفتو هاد الايامات خارج من الدرب ما عجبنيش بعيني. يدخل دايز هكا ودار فيا واحد الشوفه الغدر، وقلت هذا مالو. ما عمري انا ما عرفتش، ولكن ما تيخرجش ويدخل هو بزاف في الدار. دابا عطينا غير توضيح اخر. السيد اللي تضرب ولد اختو، ولد اختو معاه، السيده اللي كانت هي اللي كانت خالته، هذيك خالته هم مربيه ولا عايش معاها؟ لا عاد جا هو ولد مولاي يدري الزرعون، يم مولاي يدري الزرعون. هذاك اللي ضربوه خالو، ضربوا ولد اختو، ضربوا ولد اختو وهو مريض شويه، هو مريض مختل عقليا لحقاش. هي قالت لي راه حمق سد الباب، وانا سدي الباب باش ما يستقبل، واش هو حمق ومهدال، ماشي شي حمق. والله يدير له تاويل الخير مسكين، لاقاش داك الشيء اللي شفت ديال الدبايات خرجات بزاف. نطلبوا ربي زويون هاد السيد، الله يعمر بيه، داخل سوق راسو تيبريكولي على راسو تيخدم. تي فيها واحد الكاسكوت بكري ريسا، تيطلع بيه في السوق ويهبط ويطلع في السوق ويهبط،
ودويو مع الناس كامل ما داي هاد الحد ما تيعرفش راجل طيب ما تلقى بنيه تلقى البنيه في الدرب تيعطيهم بريميجا بريميجا وكذا زويون ما تيهضر محترم تندوز بيناتنا السلام ماشي قاري وزويون.